السير على الأقدام سمة باتت ملازمة ليوم الجمعة، فقطع الطرق بالكتل الكونكريتية وإجبار الناس والمتظاهرين على السير للوصول إلى مقاصدهم هو الحل الوحيد في مثل هذه الظروف. المتظاهرون اليوم يقطعون مسافات طويلة سيرا على الأقدام، خطوات حثيثة يخطوها باتجاه ساحة التظاهر، أما الطرق المسموح بها وغير المغلقة فهي الأطول والوحيدة التي تؤدي إلى ساحة التظاهر. هذه الحالة ليست بالجديدة، إذ أنها معتمدة منذ زمن الحكومة السابقة دون معرفة القصد منها، خاصة وأن هذه الإجراءات تتخذ تحت مسمى الدواعي الأمنية. فهل هذه الدواعي الأمنية تتطلب قطع كل الطرق والمداخل المؤدية إلى ساحة التحرير وشل حركة السير؟ أم هي تأتي ضمن إجراءات الحكومة لمنع أكبر عدد من المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير؟ رغم ذلك يبقى خيار السير على الأقدام هو الأنسب والأسلم للمتظاهرين، خاصة وأنهم لا يتوقعون من الحكومة تسهيل وصولهم وهم يطالبون بإقالة أفرادها.